عندنا سؤالين ماتلاب في هذه البروبلم سيت. الأولاني بيقول إيه؟ رايت ماتلاب كود، اكتب كود بتاع الماتلاب اللي بيرسم للسوبك بوتنشال versus الفريكوانسي لثلاثة فوتو سيلز ليهم ثلاثة وورد فانكشنز مختلفة. طيب العلاقة دي اللي هي العلاقة بتاعة HF بتساوي phi زد EBS، اللي هي العلاقة اللينير ما بين الفريكوانسي والبي ستوبنج، يعني ثلاث معادن بثلاثة فاي يبقى ثلاثة ديفرنت واي انترسبت وثلاثة ديفرنت اكس انترسبت متوقعين في النتيجة. الماتلاب كود في الام فايل هنمشي بنفس السكة، الديباج الأولانية كومنت ان كل حاجة تشتغل سايونتس يعني او ميتر، وكلوز وكلير علشان نقفل الفيجرز ونكلير الفاريبلز المحجوزة من اي ران سابقة، الثلاثة كونستانتس بالاس ايونتس، التلاتة فاي values بتوع تلاتة metals، فاي 1 ده اللي هو 1 إلكترون فولت ضربته في 1.6 times 10 power negative 19 علشان يبقى جول. في ناس بيحبوا يكتبوا الرمز فاي 1، فاي 1 ده على بعضه يعتبر كلمة واحدة يعني بالمتلاب هيفهم ده حاجة واحدة يعني. في ناس بيحبوا يكتبوه كده فاي اندرسكور 1، الاندرسكور ده بيجيبوه من شيفت مع علامة الماينس، فهو فاي 1 ممكن يكتب كده أو كده، أنت حر، ممكن تسميه إكس أساسا يعني مش لازم تسميه فاي يعني. بس يعني فاي دي تفكرك هو يطلع ايه، فاي 1 فاي 2 فاي 3 بنفس الاسلوب. الفريكوانسي اف بيساوي الكلام ده، ده كده ان الفريكوانسي ده هذا المتغير اللي اسمه اف بخزن جواه القيم الكثيره للفريكوانسي اللي هستعملها في الرسمه. القيم دي جايه هنا بشكل ماتريكس، يعني المنظر ده بيطلع لي ماتريكس صف واحد عواميد كتير. الماتريكس اللي ليها صف واحد دي عوامدها فيها قيم كام بقى، الكولومز بتاعتها 0.1 0.2 0.3 0.4 وهكذا لحد 7.5. كويس، دول كام قيمة؟ يعني من 0 لحد 7.5 بستبس 0.1، الفرق بين 7.5 و0 يعني 7.5، وتقسمه على الستيب اللي هي 0.1 يطلعوا 75 فاليو، وفاليو زيادة يطلع 76، يعني هيطلع عندي 76 قيمة في هذه الماتريكس كلهم مضروبين في 1 في 10 أس 14. الإي دي عرفنا إنها اختصار ضرب 10 باور، فيطلع ده 1 في 10 أس 14 يعني زي كده، ده 1 في 10 أس 19. المهم V stopping 1 ده بيساوي H على E في F ناقص Phi 1 على E. H و E و Phi 1 دي كلها شوية ثوابت، ولكن ال F ده هو الماتريكس اللي فيها ال values بتاعة ال frequency، وبالتالي V S ده هيطلع هو كمان ماتريكس. الفرق بينه وبين ال F إن قيم ال F بتطرف H على E وتطرح منها Phi على E. نفس الكلام في ستوبنج 2 و3 هيطلعوا ماتريسيز هما كمان. المهم في الامر دلوقتي انه افهم ان انا هرسم الفي ستوبنج مع الفريكوانسي. الفي ستوبنج مع الفريكوانسي المفروض ان انا برسم اتنين فاليوز قصاد بعض، بمعنى اخر لما باجي برسم الماتلاب لازم يشوف الواي والاكس ليهم نفس عدد البوينتس، يعني ما ينفعش تيجي تقول له ارسم لي حاجه فيها 6 نقط على الواي مع 5 نقط على الاكس، مش هيفهم يعني النقطه 6 بتاعت الواي مين قصادها على الاكس. فهنا انا هرسم في ستوبنج مع الفريكوانسي، فانا كاتب المعادلات فيها اعتماد او ريليشن ما بين الفي اس والاف، وبالتالي من المنطقي انه في النهايه الفي اس تطلع نفس عدد نقط الاف. دي نقطه بتحصل فيها مشاكل قدام، يعني واحد يجي يكتب كود ويرسم حاجتين قصاد بعض والريليشنز اللي ما بينهم ما كانتش دايركت كده، يعني دي ريليشن دايركت وبالتالي مفيش مشكله، اكيد هيطلع عدد نقط بي اس ده زي نفس عدد نقط اف يعني. بس لو كانت الريليشنز ان دايركت ممكن تفلت منه حاجه فيطلع ده وده مش نفس عدد النقط، فالماتلاب هيطلع لك ايرور يعني. المهم الامر بتاع البلوت في الفيجر، انا عندي هنا بلوت فريكوانسي ده على الاكس اكسس، في اس 1 على الواي اكسس، وعايزين نرسم ثلاث رسمات بس المره دي مختلف عن المره اللي فاتت، ان احنا هنرسم بكوماند واحد. المره اللي فاتت احنا عملنا كوماند بلوت وراه سطر هولد اون يعني استنى، وبعد كده بلوت تاني، ولما خلصنا هولد اوف. فهنا انا هعمل الثلاثه في نفس اللاين، ادي وسيله مختلفه ان انت ترسم كذا رسمه مع بعض بكوماند واحد، اف فريكوانسي في اس 1 على الراسي وكوما وكوما وبينهم الابوستروفيز دول من فوق وجواهم داش كي، داش يعني خط مستمر
وكي معناها بلاك، ده اللون بتاع الخط. هترسم بقى كده الفريكوانس على الاكس والفي اس 2 على الواي، وهتستعمل خط داش يعني متقطع اللي هو علامتين ماينس ورا بعض، ماينس ماينس على كيبورد، كي يعني بلاك برضو. وهنا اخيرا هترسم فريكوانس على الاكس مع في اس 3 على الواي، وداش اكس معناها ان الخط اللي انت هترسمه هيبقى ماشي داش اكس داش اكس داش اكس ولونه برضو بلاك. واحد يقول لي طب وليه الطريقه المعقده دي في ان انت تميز ما بين الخطوط؟ كان ممكن تميز بين الخطوط مش برموز مختلفه، داش ودبل داش وداش كي. كان ممكن تميز بمثلا الوان مختلفه مثلا، يعني واحد يبقى كي وواحد يبقى بلو بي، واحد يبقى ريد ار، ممكن انت حر يعني، هي بيرسونال بريفرنس. احيانا احنا بنلجأ للاسلوب ده لما احنا هنطبع حاجه ومش ضامنين اذا كان في المطبعه مثلا هيطلع في الوان مثلا يعني، فبالتالي بنميز بالشكل ده على سبيل الاحتياط يعني. فالاسلوب ده اللي فيه نفس اللون بلاك 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 يعني، ده معناه انه تمييز بالالوان ممكن يعمل مشكله. ممكن انت تيجي تداونلود الحاجه دي من على الانترنت من سايت، السايت ده حاطط الصوره مش بالالوان اصلا يعني. فيعني القصد انه ممكن تتجاوز مشكله الالوان. مشكله الالوان في بعض الاحيان بتبقى مشكله في التمييز. ممكن كمان انت تختار الوان تطلع ضعيفه في الطباعه، مثلا لما تيجي تطبع الصوره اللون الاصفر مثلا ممكن تيجي تطبعه لو عملت خط بلون اصفر ممكن ما يبانش خالص، فبيبقى التمييز بالرموز مضمون اكتر يعني. يعني دي كلها حاجات نون تكنيكال يعني، ملهاش علاقه بكون الماتلاب بيعمل ايه، الماتلاب يقدر يعمل اي حاجه من دول يعني، مش مهم. جريد اون يعني نرسم الشبكه، اكس ليبل واي ليبل يعني هتحط ايه على الاكس، احط اف بالهرتز، وبعد كده الفونت سايز 20 اللي الخط مقاسه 20، الواي هيبقى عليه كذا اهو. الاكسس تايت ده معناه انه ارسم بحيث انك تستغل الورقه كويس يعني. احيانا الماتلاب بيستغل الورقه كويس واحيانا بيسيب لك حتت فاضيه يعني، تلاقي في حته كده مثلا من الواي اكسس ما فيش قدامها داتا، ما فيش قدامها نتيجه، فدي حته مهدره من الورقه. واحنا عاده بنعلم الطلبه انه يا ريت تستعمل احسن مساحه ممكنه من الورقه، علشان ده بيخلي النتيجه اكثر وضوحا، ولو بتعمل فيتنج يعني عندك نقطة ترسم خط يمثلها بتبقى نقط أكثر وضوحا، وبالتالي تقدر تختار خط أحسن. هنا مش فارق كتير، اتس اوكي okay. يعني anyway احنا النتيجة هنا باينة يعني، سواء اكسس تايت أو مش تايت مش مهم يعني. دي حاجة أوبشن بنستعمله يمكن يفيد حد بعدين، لو مثلا بيرسم حاجة فيها داتا صغيرة خالص وطلع السكيل بتاع الماتلاب مش مناسب، علشان يخلي الحاجة تبان على عرض الصفحة كلها أو طول الصفحة يستعمل اكسس تايت. الليجند ده هو المربع اللي بيظهر في الرسمه وبيظهر فيه الكلام اللي انت عايز تكتبه اللي يخص الكيرفات، عشان يعني دي تبقى معلومه بدل ما انت ترجع للكود خلاص قدامك على الفيجر. بمعنى انا عايز اقول ان الخط اللي هو البلاك الكونتينيوس او المستمر ده هو اللي يخص اول رسمه، هو اللي يخص الفريكوانسي مع البي ستوبنج واحد، اللي هو يخص اول ميتال اللي هو عنده فاي بتساوي 1 الكترون فولت. فانا هاجي في الليجند واروح كاتب ايه بقى؟ عايز اكتب ان ده اللي يخص فاي بواحد الكترون فولت. فبكتبها ازاي؟ انا ما عنديش حرف جريكي فاي احطه في الكود، انا بكتب حروف اللي هي الالفابيت الانجليزي اللي احنا نعرفه. ازاي احولها من حروف انجليزي الى حروف جريكي؟ بعمل باك سلاش، الشرط اللي مايله شمال دي باك سلاش، وراها اسم الحرف الجريكي اللي عايز اكتبه اللي هو فاي مثلا بي اتش اي، ممكن الفا A L P H A أو بيتا B E T A أو جاما G A M M A أو أوميجا O M E G A أي حاجة. ولو أنت كتبت ال P الأولانية دي كابيتال يعني، لو أنت عملتها كده أهو الحرف اللي هيطلع لك هيبقى كابيتال. يعني إيه؟ في فاي كابيتال وفاي سمول زي الإنجليزي كده برضه، في بيتا كابيتال وبيتا سمول، في ألفا كابيتال وألفا سمول، في جاما كابيتال وجاما سمول. يعني مثلا الاوميجا السمول اللي هي شكلها شبه ال W، والاوميجا الكابيتال اللي هي بنستعملها في الاوم رمز الاوم دي اوميجا كابيتال. فانت لو كتبت اوميجا او ام اي جي اي اول حرف فيها الاو ده سمول لتر، هتطلع لك الاوميجا الصغيره كابيتال لتر يعني او كبيره، بعد كده ام اي جي اي يطلع لك الاوميجا الكبيره اللي هي رمز الاوم يعني. underscore 1 underscore ده اللي هي الشرطة التحتانية دي بتيجي لما تدوس شيفت مع الزرار اللي فيه الماينس ويطلع لك underscore، ده اللي بعديه هيبقى سبسكريبت. يعني سبسكريبت يعني هيتكتب صغير تحت يمين الحرف،
وده اللي طلع لي هنا فاي اندرسكور 1 سب سكريبت 1. بعد كده يساوي 1 ريكتم فولت كوما، وبعدين بتكتب اللي انت عايزه اللي يخص تاني رسمه. الترتيب الكلام اللي انت تكتبه هنا يناظر ترتيب الايه الرسومات اللي انت عملتها هنا. فاول حاجه هنا دي هتخص الخط اللي هو كونتينوس بلاك، اللي هتكتبه هنا هيخص الداش بلاك، واللي هتكتبه هنا هيخص الداش اكس بلاك اللي هم هنا. ده اللي طلع لي كده بالمنظر. تايتل هتكتب ايه في التايتل بتاع الرسمه؟ كل الكلام اللطيف ده، ويبقى دي الرسمه بتاعتك. ملاحظه هنا انه الاكس اكسس في الماتلاب باي ديفولت ما بيتحطش في نص الورقه، بيتحط تحت خالص، يعني هو بيحط الاكس تحت خالص ويحط الواي شمال خالص، وبالتالي نقطه التقاطع الاثنين مش بالضروره تبقى 0 0، مش دايما. يعني انت لو عندك الاكس بيبتدي من صفر والواي بيبتدي من صفر هيتقابلوا في الصفر صفر، لكن في حاله زي كده هنا احنا عندنا الواي فيه نيجاتيف فاليوز، فما بتلاقيهوش. هو رسم الاكس اكسس عند منطقه الايه الزيرو بتاعت الواي، يعني الاكس اكسس الحقيقي هو هنا، ده الاكس اكسس الحقيقي. يعني انت لو عايز تجيب الثريشولد فريكونسي والتقاطعات هيبقى فيه تقاطع هنا وبعد كده تقاطع هنا وتقاطع هنا. اللي بيعمله ماتلاب انه بيرمي الاكس اكسس تحت، بس هو الحقيقه ان الاكس اكسس هنا قصاد الزيرو بتاع الواي، ده الاكس اكسس اللي بجد. السؤال الثاني، في ستودنت دخل المعمل عمل التجربه دي فيها الويف لينث مع الفي ستوبنج، وهو عايز يرسم الفي ستوبنج مع الفريكوانسي. فانت بتشقلب القيم بتاعه لامدا دي عشان تجيب فريكوانسي، ان انت تقسم سي على لامدا، وبعدين عايز ترسم النقط بتاعه في اس مع الفريكوانسي يطلع لك نقط، عايز تعمل لاين اوف بيست فيتنج، وفي الاخر تقارنها بمعادله خط مستقيم وتطلع اتش على اي بيساوي كام، ولو انت عندك الالكترون شارج طلع الاتش بيساوي كام، وطلع الورد فانكشن بتاع الفوتوسيليديه. الاول هنرسم النقط بعد كده نعمل لها فيتنج. البدايه بتاعت الماتلاب كود والكونستانتس، هعرف حاجه اسمها لامدا كيو. لامدا كيو ده اللي هو الويف لينث او الطول الموجي من السامبل فاليوز. السامبل فاليوز اللي هي النقط بتاعت التجربه. النقطة التجربة ماشية من 400 ل 700 بستبس 50، يعني 400 450 550 600 650 700 نانومتر. كان يعني ممكن اكتبهم كده، يعني اكتب الفاليوز واحده واحده، او لان هم ماشيين بشكل منتظم انا ممكن اختصرهم ككوماند يلمهم كلهم مره واحده، ان هي 400 كولون 50 كولون 700. فده هيرسم لي ايه 400 450 500 550 600 650 700 كله مضروب في 1 باور في 10 باور نيجاتيف 9. البديل بتاع ده ان انت تكتب لامدا وتفتح قوسين كده عاديين وتكتب 400 كوما 450 كوما 550 وهتكتبهم واحده واحده، يعني كده صح وكده صح، بس دي ملمومه اكتر يعني. واللامدا كيو ده برضه هيطلع، ناخد بالنا ان ده هيطلع ماتريكس صف واحد عواميد كتير، كام عمود عدد القيم دي. الفريكوانسي النظير بتاعه اف كيو، انا سميته اف كيو، كان ممكن تسميه اي حاجه، ممكن تسميه واي، سميه اللي انت عايزه. ده بيساوي السي سبيد اوف لايت دوت على لامدا كيو. الدوت ده في القسمه لان انت بتقسم الكونستانت على ماتريكس. القسمه بتاعت الماتريكس ده موضوع تاني خالص، انك تقسم تجيب مثلا واحد على ماتريكس، يعني ده موضوع مختلف عن اللي انا عايزه. اللي انا عايزه ان اقسم سي على كل قيمه جوه الماتريكس، وده مختلف عن ان انت تجيب قسمه حاجه على ماتريكس، دي مش هي دي. كونك تقسم السي على كل فاليو انديفيديوالي، كل واحده لوحدها جوه الماتريكس اللي اسمها لامدا كيو، دي لازم تحط فيها دوت. فانت بتجيب ازاي؟ يعني اللي هيطلع لي ايه؟ القيم بتاعت الفريكونسي اللي هتتسجل جوه اف كيو ده اللي هو الماتريكس الجديده، هتبقى اول قيمه هنا هي عباره عن قيمه سي مقسوم على اول قيمه في هذا الجدع في ال 400 نانومتر. تاني قيمه هنا في الماتريكس دي هتبقى سي على تاني قيمه في الماتريكس دي، تالت قيمه هنا هي سي على تالت قيمه هنا. لو انت عملتش الدوت ده هو هيفهم ان انت عايز تانفرس الماتريكس، تقلب الماتريكس، وده موضوع تاني خالص زي ما احنا عارفين من دراستنا في الماتريسيز، يعني مش ده اللي انا عايزه. ال في اس كيو اللي هو السوبنج بوتنشال اللي يخص بقى العينات دي او السامبل بوينتس، يعني اللي هي القيم اللي جايه من الجدول. ثانيه، الجدول كام؟ 2.2 من 10، 1.6، 1.1، الكلام اللطيف ده بالترتيب. فانا جبتهم هنا بالشكل ده 2.2 من 10، دول مش ماشيين بشكل منتظم فما كانش ينفع اعرفهم بالشكل بتاع اللامدا كيو يعني، فكتبتهم واحدة واحدة وبنفس الترتيب بتاع اللمضات عشان يبقى في تناظر. 400 اللي قصادها 2.2 من 10، 450 بعد كده هيبقى قصادها 1.6،
500 قصادها 1.5 وهكذا. بعد كده بنعمل كوماند لطيف اسمه بولي فيت، يعني اعمل فيتنج، يعني هترسم احسن خط يعني يمثل علاقه ما بين اف كيو ده على الاكس اكسس والفي اس كيو على الواي اكسس 1، يعني الخط اللي هتعمل بيه فيتنج اللي هو احسن خط هترسمه ده درجه اولى، بولينوميال درجه اولى، يعني معادله خط مستقيم. لو انت عملت 2 مثلا يبقى انت هتعمل فيتنج بمعادله بولينوميال درجه تانية، لو انت عملت 3 يبقى درجه ثالثه وهكذا. فانا عارف ان العلاقه لينير فبختار ان انا ارسم خط درجه اولى يعني. بيطلع لي ايه من الكوماند ده؟ بيطلع لي حاجه اسمها كابيتال بي، انا مسميها كابيتال بي، كان ممكن تسميها اي حاجه زي ما انت عايز. ده بيطلع لك الكوفيشنس بتاعت اللاين اللي بيمثل العلاقه، يعني اللاين هو واي بيساوي ام اكس بلس تي. مين بقى البارامترز؟ الام اللي هو الميل والسي اللي هو التقاطع مع الواي اكسس، دول اللي بيطلعوا بيتخزنوا في بي. يعني بي ده هتلاقي جواه قيمتين، قيمه تمثل الميل وقيمه تمثل الواي انترسبت، اللي هم الاثنين فاكتورز اللي بيحددوا العلاقه بين واي واكس، اللي هم هنا اسمهم الفولتج والفريكوانسي. لو كانت علاقه درجه ثانيه فكان هيطلع مثلا علاقه درجه ثانيه ان واي بتساوي مثلا اي اكس تربيع زائد بي اكس زائد سي، فيبقى اي وبي وسي هم دول الثلاثه فاكتورز اللي هيطلعوا يتخزنوا جوه الحاجه اللي اسمها كابيتال بي. لو كانت علاقه درجه رابعه كان هيبقى اي اكس تكعيب زائد بي اكس تربيع زائد سي اكس زائد دي، يبقى كان هيطلع 4 فاكتورز يتخزنوا جوه البي. فالبولينوميال اللي هتطلع بعبر عنها عن رقمين. الفريكوانسي اف بقى ده الرينج بتاع الفريكوانسي اللي بقى انا محتاجه زياده عن الفريكوانسي بتاع التجربه. ليه؟ لانه زي ما احنا عارفين في هذه الاكسبيرمنت احنا بنعمل لاين يمثل النقط وبعدين بنمد اللاين قوي 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 لحد ما يحصل تقاطع ما بين اللاين والواي اكسس، لما يحصل تقاطع بجيب الورك فانكشن. فانا الفريكوانسي اللي بعمل بيه فيتنج اللي هو الفريكوانسي بتاع التجربه يعني مش هو الفريكوانسي اللي على كل الورقه، الورقه بستعمل فيها فريكوانسيز اعرض شويه اللي هي بتناظر ان انا بمد الخط يعني. فانا عملت رينج اوسع يعني، شفت الفريكوانسيز دي رينجها كام حسبتها يعني، وعملت حاجه اعرض شويه من 0 ل 8 في 10 ل 14 بستبس بوينت 1. الستبس دي بتحدد الفاين يعني قد ايه الخط فاين يعني. لو كان الستيب دي كبيره اللي هي بوينت 1 دي خليتها 1 مثلا، هو هنا يعني بوينت 1 يعني كام نقطه؟ من 0 ل 8 الفرق ده 8، 8 على بوينت 1 يعني 80 نقطه، وتضيف عليها واحد دايما في واحده زياده يعني، يبقى 81 نقطه يعني الجدع ده فيه 81 نقطه. فانا كده برسم خط ب 81 نقطه، بيطلع خط شكله لطيف يعني. لو انت خليتها عدد قليل يعني بدل الستيب بوينت 1 دي خليتها مثلا 2، يبقى انت عندك كام نقطه؟ 8 ناقص 0 على 2 يطلع 4 نقط، واحده زياده يبقى 5، يبقى الفريكوانسي اف ده يطلع فيه 5 نقط. فانت لما تيجي ترسم 5 نقط هتلاقي الخط مش واصل في بعضه يعني، نقطه 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 مش لاحمين في بعض يعني. فكل ما انت بتصغر الستيب بتخلي النقط تلحم في بعض ويطلع شكل اللاين سموث. بس برضه اون ذا اذر هاند لو انت صغرت الستيب قوي هتاكل ميموري كتير، الميموري بتاعت الكمبيوتر هيبقى تتاثر وممكن تلاقي البروسيس بقى ضعيف. ولو انت بتشتغل بقى حاجات بجد يعني ادفانسد بعد كده هتلاقي ان الموضوع ده هيبقى مؤذي يعني، في لازم تاخد بالك منه. فيجر 1 افتح فيجر ارسم فيها ال اف كيو وال في اس كيو اكس واي وبترسمهم ازاي. اوكي دي مش اوكي يعني، او ده هو الرمز بتاع العلاقه يعني، هترسم نقط مدوره والكي بلاك يعني. وبعدين هترسم على نفس الرسمه الفريكوانسي اللي اسمه اف مع هتعمل ايفالويشن بالبي لقيم اف. يعني ايه الكلام ده؟ ده الاف العريض، الرينج العريض اللي انا هحتاجه يعني. برضو نبص على الرسمه عشان نعرف احنا بنتكلم في ايه. لو بصينا هنا في الرسمه دي انا عندي ادي الفريكوانسي اهو، كل ده العرض الفريكوانسي، ده العريض قوي، ده الفريكوانسي هو من 0 ل 8 في 10 ل 14. الفريكوانسي اللي بتاع التجربه اللي هو في المنطقه دي اللي هو من بعد 4 يعني، من بعد 4 لحد قبل ال 8 في 10 ل 14، فدي النقط بتاعت التجربه، النقط المدوره. انا بعد بحتاج ان انا ارسم النقط دي اللي هي علاقه في اس كيو مع اف كيو اللي هي النقط بتاعت التجربه، وبحتاج ان انا اعمل ايفالويشن بعد كده لهذا الخط يعني برسم احسن خط. كوني اعرف الكوفيشنز اللي بتمثل احسن خط ده كان الكوماند اللي اسمه بي كبيره بتساوي بولي فيت ادي ايه النقط التجربه على درجه اولى. بعد كده
ازاي بقى ارسم الخط ده؟ انا هنا بطلع من بي ده بقيمتين بس مش اكتر، يعني قيمتين يمثلوا خط مستقيم. باخد بقى القيمتين دول وبعمل بولي فال اللي هو بولينوميال فاليوز. باخد البولينوميال دي وبعمل الفاليوز بتاع عند النقط اللي اسمها اف. فالقيم اللي اسمها اف دي بعتبرها زي الاكس بتاعي، وبي ده المعادلة، وبستنتج القيم اللي بتناظرها كواي، يعني واي بيساوي ام اكس بلس سي. مين الاكس بتاعي؟ ادي اف. مين الام والسي؟ موجودين جوه البي. فانا عندي الاثنين كونستنت ام وسي هنا، وعندي ده الاكس فاليوز بتاعتي، بطلع الواي فاليوز. ده اللي اسمه بولي فال بي اف يعني. فبيطلع لي القيم بتاعت الواي عند الافات المختلفة، وهرسم ده داش كي يعني خط مستمر بلاك. جريد اون ارسم الشبكة اكس ليبل. خلي بالك هنا سيمي كولون معناها ايه؟ معناها انه الكوماند انتهى. ممكن تحط كوماند جديد وراه لما تبقى يعني عايز تضغط المنظر شويه، مش عايز سطور كتير، ممكن تحط كذا كوماند في نفس اللاين طالما ان فاصل بينهم سيمي كولون. اذا اوكي. كمان موضوع سيمي كولون مهم هنا، يعني في قيمه زي دي مثلا الجدع ده، ده قيم كتير، السيمي كولون دي بقفل بيها. ممكن تحطها ممكن ما تحطهاش، بس لو انا حاططها معناها ان على الكوماند ويندو بره اللي هو الشاشه البيضاء اللي من بره اللي هي غير الام فايل يعني، مش هطبع القيم دي. لكن لو انا ما حطيتش السيمي كولون هيطبع القيم دي. طباعة القيم على الكوماند ويندو مش شيء ضار يعني، لكن لو كان الماتريكس دي طويلة جدا، يعني افترض انها مليون عنصر مش زي دي، مليون عنصر، معنى كده انه هيحصل انه يقعد يطبع على الشاشة على الكوماند ويندو كتير، وده بيبطئ البروسيس بتاعة الشغل يعني. فلو انت مش محتاج تستعرض القيم على الكوماند ويندو، اذا اقفل بسيمي كولون وخلاص. ممكن تجرب لان بورو ده، يعني ران الجدع ده من غير سيمي كولون ونشوف هيحصل ايه على الكوماند ويندو. واي ليبل هيبقى فيها الكلام اللطيف ده، والليجند، الليجند دي هم عندي خطين فبترتيب الخطوط يعني بتاع التجربه الاول، بعد كده البولي فيتنج. التايتل هيبقى الكلام ده، التايتل فيه خدعه لطيفه انه انا عايز في التايتل احط ارقام تبع الكود، وعايز دي بقى تبقى متغيره ما تبقاش قيم ثابته. التايتل كنا بنحطه بين اتنين ابوستروفي ساينز، اللي هي الابوستروفي ده اللي فوق، ودي اللي هيتحط ما بينهم، ده هيبقى رقم حاجه كونستنت يعني، هتنزل زي ما هي كده، ذا كوفيشنس اوف ذا لينير فانكشن ار، وبعد كده سبيس ما اعرفش كلام من ده يعني. وبعدين نم تو سترينج، يعني نمبر تو سترينج، حول الرقم الى سترينج. ليه سترينج؟ سترينج يعني اللي هو التكست يعني اللي هو الحروف. فانا بحول رقم الى حرف. مين الرقم؟ بي اوف 1، وبعدين نبتدي ابوستروفي من جديد، تكست اند، وبعد كده num to string p of 2. يعني ايه الكلام ده؟ تعال نشوف نتيجة هذا الكلام يعني. هنا ادي النتيجة النهائية، ادي الـ frequency x axis، ادي الـ voltage y axis، النقط المدورة دي تمثل التجربة، الخط المستقيم اللي هو الـ poly fitting، والتقاطع مع الـ y axis عند سالب واحد وشوية، فده الـ work function. الميل ممكن تحسبه ان انت تاخد نقطتين من على الخط وتجيب الـ slope وتجيب h على e وتطلع h، والدنيا لطيفة. انا بس عايز اقول هنا التايتل ده coefficients of the linear function r، دي الحته اللي كانت تكست بين اتنين ابوستروف. num to string ان انت تحول الرقم الى تكست، لان الكوماند اللي اسمه تايتل بيفهم تكست بس ما بيفهمش ارقام. طب انا عايز دي رقم وعايز احطه، يبقى الرقم اللي عايز احطه هنا لازم قبليه ان انا احول هذا الرقم الى تكست، اللي هو 4.3506 في 10 اس 15، اللي هو الكوفيشنت الاولاني اللي جوه الكابيتال بي اللي هو الميل يعني، انا عايز اطلعه هنا. ولو انا عملت رن لارقام مختلفه تانية هذا الرقم يمكن يتغير، يعني هو هنا مش هيتغير اتش على ايه يعني في هذه التجربه، بس يعني ان جنرال يعني لو انا عندي رقم بيتغير مش عايز كل شويه اروح اكتب التايتل واحط بايدي هذا الرقم، انا عايز الرقم ده يبقى متغير، بحيث ان انا كل ما اغير الكود ويبقى الارقام بتتغير اوتوماتيك التايتل يتغير، انا مش عايز كل شويه اروح للتايتل واكتب اللي انا عايزه يعني. And P of 2، P of 2 اللي هو العنصر الثاني في البي الكبيرة اللي هو الانترسبت، اللي هو سالب واحد وشوية، ده اللي هو هنا، ده الانترسبت، هو الجدع عارفه لوحده، سالب 1.142. فأنا إزاي بقى دخلت الأرقام في التايتل؟ بإن أنا كتبت الحاجات اللي من التايتل اللي هي تكست كتبتها بين اتنين أبوستروف، اللي هي الحتة الأولانية ذا كوفيشنس أوف ذا لينير فانكشن R كولون مسافة، خلاص كده؟ دي حته تكست، وفي حته تكست تانية اللي هي ابوستروفي مسافه اند ابوستروفي. المفروض بقى بين التكست ده والتكست ده يجي رقم اللي هو العنصر الاول في البي اللي هو السلوب. فانا لو كنت كتبتها بي اوف 1 يعني العنصر الاول في البي، كان ايه اللي حصل؟ ما كانش هيفهم،
لان هو شايف رقم، والكوماند اللي اسمه تايتل ده بيفهم تكست، فكان لازم احوله الى سترينج، num to string. ونفس القصه في الجدع التاني ده، في كوماند معاكس string to number str to num، ده لو كان العكس، لو انت كان في نتيجه طالعه لك مكتوبه كتابه وانت عايز تقلبها الى رقم عشان بعد كده تاخد الرقم ده كمعيد بروسيسنج تضربه مثلا تقسمه، فهو لو تكست مش هتعرف تتعامل معاه رياضيا يعني. بي اوف 1 وبي اوف 2 هم العنصرين اللي جوه البي الكبيره، البي الكبيره اللي جت من الفيتنج ما بين الاكس والواي بتوع الاكسبيرمنت اللي هم الفريكوانسي والبي ستوبنج. فالبي ده في النهايه هو ماتريكس باتنين اليمنتس بس، اللي هم الاولاني الميل اللي هو بي اوف 1 والتاني اللي هو الواي انترسبت. اجين لو كانت العمليه فيتنج على درجه تانية كان هيبقى البي ده جواه ثلاث عناصر اي اكس تربيع وبي اكس وسي، يعني اي وبي وسي، ده اللي كان هيطلع لي جوه البي يعني. فدي طريقه ظريفه لو انت يعني الكوماند ده بقى او الكود ده انت ممكن تاخده زي ما هو كده وتستعمله في التجارب اللي عندك يعني. انت كل اللي هتحتاج تغيره ساعتها ان انت تحط في نتائج التجربه بتاعتك ازاي، تاخد الكود ده زي ما هو كوبي بيست زي ما هو كده، وتغير فقط القيم اللي انت طلعتها يعني، بس اللامدا كيو والبي اس كيو، ما عدا ذلك مش محتاج تغير حاجه في الكود خالص يعني، لان العمليه هتتظبط اوتوماتيك. حتى في التايتل هينزل لك الارقام اوتوماتيك وتتحول لتكست، وتشوف من على التايتل الواي انترسبت اللي هو الورك فانكشن كام يعني، او في ستوبنج يعني بالالكترون فولت اللي هو بيساوي الورك فانكشن على اي يعني اللي هيطلع لك يعني. فده 1.14 ده الورك فانكشن بس بالالكترون فولت. فممكن تاخد بقى ساعتها اللامدا تشيل القيم دي وتحط القيم اللي عندك، وتشيل في اس كيو وتحط القيم اللي عندك. لو اللامدات مش منتظمه ممكن تكتبها بنفس الطريقه بتاعت الفي اس كيو ده، ويبقى الكود ده جاهز وتعمل بيه فيتنج وتمام. لو انت عندك تجربه فيها علاقه مش لينير يبقى هتحط القيم بتاعت التجربه الاكس بتاعتك والواي بتاعتك، وتيجي هنا تبقى الفيتنج انت عارف المفروض الحاجات دي تفت على درجه كام، وساعتها في التايتل هتحتاج ان انت تزود كمان num to string p of 3 يبقى p of 1 و p of 2 وتحط p of 3 تطلع القيم دي. وممكن ما تعملش تايتل خالص وتشوف البي دي على الكوماند وتكتب بي كبيره انتر يروح مطلع لك الثلاث قيم بترتيب من الشمال لليمين. الثريشولد فريكونسي بيجي من التقاطع بين الخط بتاعنا والاكس اكسس، واجين الاكس اكسس مرمي تحت، المفروض الزيرو زيرو الصح يبقى هنا، ودي عاده في الماتلاب انه بيرمي الاكس تحت، فالمفروض ان ده الاكس اكسس هنا، فالتقاطع هنا اقدر اقراه من هنا واشوف ان ده بيساوي 2.62 تايمز 10 باور 14. تايمز 10 باور 14 موجوده هنا في الطرف على اليمين خالص اللي هي كومن فاكتور يعني، فيبقى ده الثريشولد فريكونسي. والمفروض تتحقق ان ده هو والفاي بينهم علاقه زي ما احنا عارفين ان اتش اف نوت بيساوي الفاي. وشكرا جزيلا.